ولربط الماضي بالحاضر في تقنيات مادة الزيت مش توصلنا. عشاء البعض منكم ما حضرش العادة وبعض منكم يتفكر الزيت بكري وقت يجينا من المكينة فاش يجيبوه؟ يجيبوه في الشكاوي، الشكوى بتاع العنز بتاع العنز يبدا فوق السويد باش يحفروه باش يصب في الخاتمة باش يصب مقلوبة الداخل الشعر من الداخل وتجي الشكوى وكل مكينة عندها الشكاوي بتاعها كل واحد يبدا معرمل الزيت بتاعه وقت باش يروح بيه باش يصبوا في الخاتمة. هذايا في الماضي الزيت وقت اللي كنا نخدموا فيه الدار إذا ما جاش دار حمامات ما كانش يوصل دار في البرقيبة. البرقيبة النساء وقت يجيو وقت الزيتون يقدموا بعد التقاديم ومن بعد يمشي للمحبس باش يتفس ومن بعد ويتحط له المسؤول ومن بعد تمشي مرحلة الطفحان. الطفحان يخرج الزيت هذوما نعم هذه المراحل التقليدية القديمة. اليوم في الماكينات ما نقولش الماكينات اللي تطورت اللي الماكينات الحديثة اللي شوي بالمدار نفس العملية عملية معناها الطحن بالأحجار ومن بعد تمشي مراحليا هي بيدها بالبريس تويكا تطورت تطورت. اما للتاريخ وهذا شيء موجود وشاهد في اليوم وقت نمشيو للفيشة في املاك الدولة املاك الدولة مشيرة البحر ثم اكبر معصر زيتون وقع احداثها في فترة الاستقلال اكبر من الحجم بتاعها والحداثة بتاعها في الوقت ذاك وشكون اللي عملها؟ عملها انجنيير طلياني اسمه بيراليزي. بيراليزي الناس اللي تعرف الزيت وماكينات الزيتون كلهم المدرسة بتاعهم بيراليزي وهذايا بيراليزي كان مهندس في الفيرا وعمل المعمل هذايا بتاع الزيتون يعني ماكينة زيتون بطاقة كبيرة ياسر جاب استخدام طلياني جاب استخدام وقعد تخلي على المشروع هذاك قعدت كان البناء بتاعه طبعا المعمل بتاع ماكينة الزيتون الكل مصبوبة سمان صبر وفي سمان بتنجموا زروها في بوس ملاك الدولة وتلقاو لك الكيتو بتاعو بيراليزي أما ما بقى منها حتى شيء من عين الأثاث كل شيء. عاد نرجعوا لل نعم راجعين المفيد هذايا التاريخ هذا شيء عرفناه وقعد يعني كان الاهتمام بالمنطقة بتاعنا ومنطقة تونس والأراضي بتاعنا على نبتة الزيتون صفة خاصة. الأخرين نتصور أكثرية يعرفوا وتفرجوا في مكينة الزيتون أما ما فيها فاس لعلنا ثم نذكروا بها تويكا في مكينة الجلد يعني تسمى هو الشيء كونتينيو الزيت الزيتون يجي ما عادش يتحط في الهريم كله في بانات بلاستيك وما يقعدش ويتهز ويتهز يجي ما عادش تقعد بل كان يسخن ياسر الهريم ويقعد الفلاح الكل يلمه تويكا كميات حتى صغيره حتى صغيرة ينجم يتجدد يتحط الشان تردى يتعدى على الفيرتاج يعني الورق ينحيوه ونرجع الورق اللي يحكي عليهم الدكتور زاد ثم متطلبات اخرى ثم ناس تطلب من الشيء هذاك يتحن الفيرتاج بتاعه ومن بعد تمشي للخسلان يتخسر بعد الخسلان يمشي برواياج يتجدد بعد التركيب يتعدى على الملك شرق مالك سوري اللي على المستقيم اللي يتعطي عمل يتحسن معاه ما سخون برماري يبدا فيها البرماري من غير ما يجي المسخون يعني ما يتخلطش مع المسخون البرماري في المالك سوري وبعد المالك سوري يخرج من هذيك يمشي للسيباراتور السيباراتور اللي يخرج الزيت وحده المرجين وحده والفيتور وحده ومن بعد يتعدى على الصفحه معناها هذايا الشين كونتينيو اللي تو نخبو بهم النوعيات اللي قاعدين نخبو بها الدارجة أكثر في تونس هي نوعية هذه بيراليزي البطالية ثم الألفا نزال زادة بطالية وثم نوعية أخرى اسمها شحا هي سوريا من سوريا
سوريين عاملين تصنيع بتوربوا عنا وعنا شكون جيد منهم يخدموا هنا الحمامات بهين نفس التقنيات ونفس الخصائص بتاعها والمردود بتاعها الى غير ذلك. فانا هذا شيء قاعدين نتعلموا به. اما الكلمه الاخيره انا اللقاء هذايا كنت باش ناخذ منه عبره، انا استنتجتها من في اللقاء هذايا وفي تبادل الحديث بعد الطرح لاولادي والفكره اللي كملها استلام، هي انه على مستوى الخيارات الاقتصاديه نقدر نواصل في انتاج الزيتون وزراعه الزيتون للحصول على الكم، لان احنا رابحين في البحر الابيض المتوسط، ولا نمشيو في منهج التعليم وهذايا صاير لنا في منتوج الخمور نفس الشيء. الاستنتاج الوحيد، لانه انا يدي كما اقول لك نلمس الجانب التسويقي الدولي مع الشركه هذه اللي قاعدين نتعامل معاها كيفاش قاعده تصدر كندا وامريكا والاسبانيا. شنو لازمنا؟ يعني احنا كان نمشيو في التعليم، احنا ما حناش ما عندناش تقدم تقني صناعي في التعليم، ما نجمش نوصلوا معنا على خاطر المعدات وغير ذلك ما زلنا بعاد عليها. وقتها مش نقصدوا الترويج الى خاطر كان نقدموه للسوق الدوليه وهو معلم ما يخرجش، واذا كان نقدموه وفرح يخرج. علاش ما يخرج؟ يخلطوا به السوق بتاعهم. ولهذا انا كخيار انا راها انه نمشيو في الانتاج، خاطر باللي يكون الانتاج من السوق عنده 80 ولا 90% نصدروا فيه بالزيتون التونسي بعد الاكتفاء المحلي، راح انه اقتصاديا عنده جدوى كبيره ياسر. والتشجيع وزاره الفلاحه اللي زرع ولا دراسات الزيتون احسن من الاتجاه بتاع التعليم، لانه التعليم ما خرجش عنده سلبيات، لا ما الوقت هذايا احسن لنا باش نكونوا خدمنا الارض اكثر وزرعنا اكثر واسترجعنا المساحات اللي ضيعناها. وتونس الاراضي بتاعها راهي قابله للزراعه والنجم نزرعوا اكثر فاكثر زيتون الى درجه قلت لكم في ايطاليا في اسبانيا قد ما تمشي في الشمال قد ما ترمي عينك ما تشوف كان زيتون في عقبه الجبل زيتون في الهضاب زيتون في كل بلاصه تم زيتون. ولهذا احنا ما نقولوش الزيتون كان في سبع ولا كان في الاراضي المبسطه، لا تمشي في كل بلاصه اما تخدمها قبلها بالسبيره بتاعها ومعطيات بتاعها. ولهذا هذا انا راه فكره ندافع عليها في جميع المناظر الرسميه الاقتصاديه لمنفعه بلادنا باش تبدا امور تحصلوا على عبره من اللقاء بتاعنا. شكرا. شوف على خاطر اللي توا قلت وجهه نظر وهي محترمه، لكن ثم وجهه نظر اخرى قاعد تخدم عليها تونس او هي ديزابيلاسيون لا والكاسان دو ليه كونتروليه لا وسي وعندك ليتيليزاسيون بيو وبيو تو كان لاحظت حتى في الريبورتاج الاخراني اللي عملوه الزيتون قاعدين راجعين الاكستراكسيون تراديسيونيل اللي هي الشوالي والعجين تاعها وكلية وعندنا الاكستراكسيون افروا اللي هي عندها زاد كيف لاكاليتي. دونك احنا اذا كان نحبوا نروجوا زيتونا الزيتون تاعنا راهو مش نخدموا على لاتراسابيليتي ولا احنا اللي نسموا فيها معناتها لاتراسابيليتي وعندك لاكاليتي نتاع الزيت نتاعنا اللي لازم يكون معناتها ذات جوده قاطعه. انت شو تقبل الري والواحد كل هذاك كان من جراء نسبه كبيره من الزيت نتاعنا يتعدى للموت. توا كيما عندك توا الكورديناسيون بين الجميعه وال الاكستراكسيون تاع الزيت ولات ما تدومش حكايه 24 كل 24 ساعه وهذاك اللي اعطى دفع كبير للنوعيه تاع الزيت في تونس اللي ولا فريمون ذات الجوده معناتها والخزن نتاعها بالطبيعه خزن على قدر عملنا في الوقت هذاك وعملنا معناتها حاجات صحيه اللي مسرب عليها دور دي نورم انترناسيونال اللي بون ريسبكت. دونك بون هو زيتون راهو انا نرجع نقول
توا ولا ان بو اكستنسيف قبل كان لا ميز ان فالور نتاع الراضي اللي معناتها تتعوب في الحشر اللي فيها مناطق اللي ما فيهاش الماء كافي توا يرجعوا فيه الاسبري اللي كانوا تاع الزيتون يحبوا يزرعوا زيتون صخري على مصادر المياه لا كولينير لواحد البراج طول قولك انا نستعمل الماء معناتها موجود مباشرة ومع ذلك نحافظ على قديم الارض تعرف ما ندير فيها فما الله دونك رجعت تو برنامج كبير في وزارة الفلاحة لا دوسيفيكاسيون حتى في لبنان لا دوسيفيكاسيون عندنا برنامج حتى نعطيو في الزيتون ليش في الفلاحة زي كونتور تاع الدبلو هذه الحكايه هذه نتاع زراعة الزيتون وتولي الكوليناير موجوده ياسر في جيل زغوان جيل زريبه العاليه وجيل جرادو معناتها كي الكوليناير كلهم قاعدين يزرعوا في الزيتون نشوفوا بين الصحراء والصحراء يزرع فيهم يجي اي بلاصه كي تركح كيما احنا عندنا زاد الزيتون قديم ياسر موجود في جبل مطماطه في مطماطه يعني شوف بلاصه قاحله اريف تبدا يعني يجيو يعملوا كذا براج يحشروا يعملوا بلاصه كي يعديوها شويه اللي يقع فيها التراب يزرع فيها زيتونه، زيتونه تقدر تقوم بسيدي بوحدين، معناته تعيش منها عائله كامله، يعولوا منها عائله كامله. حبيت اضافه اخرى، احنا في الموزايك رومان نلقاو معناتها ريبريزونتاسيون دي زوليفي كبيره ياسر، يرمزوا بها فصل الشتاء، يعني كي نجيو نشوفوا الفصول الاربعه على الشري موزايك اونسيان نلقاو الشتاء ديما معناتها الرمز نتاعو هي لاكليات دي زوليف معناتها موجوده ياسر ثم بالنسبه اي في تونس في تونس في الجمهوريه التونسيه عندنا اوتور دي سيت اركيولوجيك اشجار زيتون معمر يفوق معناتها 1000 سنه موجودة في الشمال الغربي، موجودة في الجنوب، في جربة، في منطقة جرزيس، عندنا في الوطن الغربي كما قال خونا جمال معناتها أقدم زيتونة هي زيتونة الشرف عمرها 2500 سنة وتوصل حتى ل 3000 سنة معناتها الفرنساوي المتخصص في الحكاية دي معناتها إلى بي كونتي 2500 سنة وقال توصل حتى ل 3000 سنة ثم موجودة في الشرف وانت ماشي بالهوارية تخرج من المقليبية ماشي بالهوارية بتعدى على فيلاج اسمه دار علوش اتوان كيلومتر من دار علوش ديريكسيون الهوارية جيك بقى الشرف على اليسار قوي اخضر كبير قدامه زيتونة هي معمرة الزيتونة هي زيتون الشرف عندنا زيتونة اخرى معمرة زرعوها قدام بنك الزيتونة في الشرف في شو اسمها في لا لا بنك الزيتون عارف وين بين عارف وين عشان تكرم في ترامب بالضبط في كياس زرعوها مش بتاعنا هي جابوها من اليونان عمرها 1500 سنه وهي زبوسه معناتها زبوسه بالنسبه للزبوس عندنا اخونا اسعد حسون ربح بري مونديال في ايطاليا بالزيت بتاع الزبوس مي بريسيا فروا بالمعصره قديمه ياسر اللي هي معناتها نفسها من قصر الزيت احنا اللي نشوفوا الاثار الرومانيه تلقاو حجرهم مدور كبير اللي يثبت فيه في الحجر هذاك حجره مدوره تلقى فيها الساعه ماهيش كل فرق نيفو ثم نيفو عالي ونيفو اوطى منه ونيفو اوطى منه تو نيفو فيهم دي باك اللي هو نيفو يخرج منهم الزيت معناتها النيفو اعلى نيفو يخرج منه الزيت لو بلو ليجي هذاك نوعيه وثم واحده اخرى في الوسط هذيك النوعية الثانية، والنوعية الثالثة هو البلور اللي من الضوطة هذايا تلقاه معناتها يخرج من الباك هذاكا تلقى الاكستراكسيون بتاعه معناتها والحجر هذايا موجود في ليسيت اركيولوجيك باتو، احنا عندنا واحدة عامات يعني بلاصة اسمها قصر الزيت فيها المعاصر هذيا القديمة اللي يرجع تاريخها إلى الحقبة البيزنطية خاصة سيتي امسيك من الضوطة هذا. هذا اللي حبيت نقول لكم أنا بالنسبة للمداخلة بتاع الزيتون بارك الله فيكم. بارك الله فيك احنا سي فتحي باش تاخذ كلمة تعقيب هاي تفضل فيك هيا نتاخذ التعقيب تاعك انت هاي تفضل راهي تونس اليوم هي الأولى
وزير الزين ورئيس المنظمه الدوليه هو مجد دير تنصي على هذه التعقيدات على تونس نشا وعلى جزء حافظوا على الخدمه تاعها. تعقب على كلام الاستاذ والاستاذ فهمني ولا لا؟ انا حبيت نعطيك الزيت هذايا قال لي لا راهو يعقيب، قال لي راهو ما ينجموش يعقيب، معناتها يعرف القوه نتاعك وين توصل انت، معناتها ما عندك وين توصل خويا علي الزيت هذايا خويا علي. واحد يعرف سيدي سيدي انت انا عارف سيدي الشعيب قلت خويا علي حبينا حضرناك حضرناك الكيرونيكي والخارج يعني بغي يمشوا معك خليني نشرب قهوه اللي عرفت نشوف اما مش لا احنا ما عندناش مش نجادلوا في الترتيب انا اعطيك احصائيات بتاع العقد استاذ سناء عملاهم فتنه انا نتكلم عن الاكسبورتاسيون ايوه انا اعطيكم الاحصائيات والاحصائيات اللي خذيتها راهو من عند الجهاز في التجاره الاليه قلت لكم ان مليون و300 مليون و400 الف طن من اسبانيا تونس تجي في المرتبه الرابعه ب 170 الف طن وصلنا ايطاليا عملت 320 الف طن واليونان عملت 270 الف طن المغرب عملت 150 الف طن وال 170 الف طن بتاعنا فيهم من 80 ل 50% يتصدر والاستهلاك بتاعنا الذاتي التونسي احنا نكفيو يعني يلزمنا من 30 ل 40 الف طن نستهلكوه محليا عملوا كنا احنا الاولانيين في التصدير 340 الف اللي عملناهم كنا الاولانيين علاش؟ لان الاسبانيون من مليون و400 اللي عملوهم يستهلكوا 800 الف يستهلكوهم هو ما يبقى لهمش ياسر للتصدير كنا احنا الاولانيين اما توحيد ما عملناش على كل احنا هذايا خلينا باش نقدموا مكان منتوج الزيتون وكسياسه اقتصاديه فلاحيه نعوض عليها ونشجع عليها وندافع عليها. شكرا. سؤال. شوف بالنسبه لزين الله راهو هي ما يجوزك عرفت انا نسميوها معناتها تشافي كان مش وتونس تو قاعده واضحه في هذا الاسم نتاعها ولي ما عندناش نقول تونس لا في الزيتون ولا في زيت الزيتون نظرا للانتاج اللي زوافر ما عندناش فهمت حتى لي بلون الموجودين كل منا زوافر الزيتون زوافر الزيتون راهي لها عده خاصيه هي تحب البلايص بتاعها برشا فيها درجه حراره متوسطه ولذا احنا عملنا برنامج بزاف باش نبيعوها لكن اللي لاحظناه في السنوات الاخرى وجدت الميتات موجوده هي ايس ثم طرق سهل برشا في الموضوع بتاعها نعملها اللبس للدياتين 300 غرام دياتين 10 لتر ماء بعدها قبل البوستر بتاع العقيد وبعد تكون فيها اساس مقبل تمشي اكسترا اوردينار ثم حتى الدراسه موجوده في تونس اللي تعمل كل السجع كعبة وعم يكون الفيشي سانسيل هذيك النجم نقاومها 100% على الشمس اللي يحب يداويها بالمواد الكيماوية في أكثر من شوية كان شوية كان شوية بالدواء بالمزيج سيد معروف في الدواء لكنهم أمباساج سرطوا للجينيراسيون الأولى بعد الجينيراسيون الأخرى ما بتشكل حبيت نسأل سؤال طريقة جمع الزيتون عن ماشي احتياسات سلبية ولا هي تتسببش في أمراض سجل الزيتون، هكا التخطير اللي نشوفوه في ماكينات ولا في اسبانيا الكل يكون شوفوا سبب من اسباب هو شوف هو الزين الله هذه المرض الجديد هذا من الاسباب بتاعه يكون يسمى كما جروح في السجع دي بوان دونتري لكن لا ميكانيزاسيون لا باسي با بليزيور ستاد تو وصلنا احنا الدرجه كون ما نعرفش الماكينات الخليل اللي ما يفهمش الجونغلور اللي ينظروا اقل برشا في الزيتون ثم حاجة أخرى دور في أنواع قاعدة تمشي هي ثم ماكينات اللي تعمل كل شيء
تعمل فيبراسيون، تعمل مغطية سوداء بلوطة، تلموا الكل، تحطوا في الكيس ويمشي حتى يمشي. يعني بون هو هي ضرورة نظرا لكون المنزل ولا بلادي برشا، وكان الكوب تاع الريكورد كبيرة برشا. لكن لي بروفي جوسكا بريزون، سيرتو لي ديرنيير بروفي تاع الريكورد، كانوا ما عندهمش انسيدونس على لا فيزيولوجي دو لاعب. باش يعرفوا الخيال حتى اللي يشوف شجرة ويقول الشجرة هذه اللي يحكي عليها الانسك اللي هي البسيدو، لا انا نحكي وانا نحكي على البسيدو اللي هي اللي لا لا يعني تشوف كيف قطنة قطنة في الورق شد هنا اللي رايح ولا بعيد شوف قطنة هذيك راهي بسيدو اللي هي يحكي على ذباب زيت البسيل شو راه بسيل زيادات نتاع الربيعي وقت اللي فما زياده كبيره في الربيع نتاع الربيع تولي تعمل القطن هذاك الابيض والقطن هذاك تلقى فيه الحشره بيتها تلقاها موجوده في القطن لكن الدراسات العلميه الموجوده في تونس تقول اذا كان مش 50% من الزيادات مضروبه ما يلقاش المدوات نتاعها راني كانت ما تقولش عندها جذب هذا اللي موجود في بلاصه اخرى وليك اجبت الدكتور على حكاية الورق الورق لدي في بعض الأحيان على الفضل يعني الشاري السوق يعطينا توصية يقول لنا بالله نحب تحطوا لي كمية ورق وقت الوقت العصرة نجي وعط لي الشام بلده فيها كمية الفريتاج نحن نوليهم ناخذ الورق حتى ما نطلع سخرين من الجرة ونحطوه يعطي الورق يعطي اللي يأثر في التحليل متاع الزيت في الاخر ويعطي الخاصيات اللي كان يحكي عليهم لأنه هم يعرفوه وش يعطي وش يعمل الورق اللون متاع الزيت واللي يستخدم عنده طوب بيرداتر أكثر من اللازم مستعش على هذا حكاية السوق العالمية يعرفوا ويتبعوا ويعرفوا الحرفاء بتاعك يحبوا ويعمل لك كوموند انا ما نقول لك بالله تحط لي 1% ورق كذا وكذا ونعملوه يعني تبقى برشا حاجات قاعده تتطور وقاعده تتمنى تجيب في نتائج باهيه احنا الولاد الصغير في النهار الثالث نتاعو اذا نقولوا راسه بالزيت وكرشوا بالزيت وصاغيه بالزيت حطوا له الكراج كل انسان كراج ولازم توصي الفلاح العماني كي يجي ماشي على بيه بالساده يهز الدرو نتاعو والمحراق ودبوس الزيت معاه وكرشه خبزه 21 وكرشه زيت وكرشه زيتون هذا خطور نتاعو وبارك الله فيكم. الله بما انا مش اخدم سبب مسيحية جليل زيبا أنا مش نخبر حوشة برك في البوس الزيت والزيتون وحكينا قلنا المنافع ثم قلنا يعني استعملوا في التمرير نما مع حاجة أخرى تصعب بوس الزيتون وهي الزرزور والترد تم يوريك كان كل بوس الزيتون إلا أنه يجب مواجرة و يجيو على الزيتون ويقع الزيادة وتولي وقت الزيتون ما تشوف كيف الناس في الديوانات تاخذ في الاعصاب على كل حال بارك الله فيكم وكانت جلسة ممتعة وفيها فائدة وجاءها شكرا.